قتيل بالفكر والتحليل. آياته كالنور لا ترتضي بمثيل. قد أعجز البلغاء والنص خير دليل. ما رتل الرحمن وأتى به جبريل. أين الذي يرضاه؟ أين العقول؟ أين العقول؟ دكتور عبد الدائم الكحيل، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية، مسألة الحب والوقوع في الحب، كنا نعلم زمان ان هي ملهاش اي اثر سلبي او اثار يعني نفسيه، الا ان هناك دراسات حديثه تطرقت لهذا الموضوع، فماذا عن هذه الدراسات يا دكتور؟ الحقيقه موضوع الهوى والعشق والحب وغير ذلك، عندما يكون للابوين، يعني نحن نسميه بر الابوين، عندما يكون للاقارب يسمى صله رحم، عندما يكون للزوجة سميه مودة ورحمة. هذه تسميات قرآنية طبعا، ولكن ما يسمى يعني بالعشق والهيام والحب وأن تحب امرأة في غير ما أحل الله، كثرت هذه الظاهرة في الغرب، لأنهم حتى إنهم عزفوا عن الزواج. يعني هناك في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا 40% من المواليد الجدد هن من أمهات عازبات. كيف ذلك؟ يعني إنسان لا يتزوج امرأة وبينسب إلى والد الأم، يعيش معها وينجب منها من دون عقد شرعي. نسبة الزواج غير الشرعي أو المواليد غير الشرعيين تصل أحيانا إلى 60% في دول أوروبية مثل السويد والدنمارك وهولندا وغير ذلك. تصور نتائج هذا الوقوع في الحب، هذا يؤدي بك إلى أولاد، يعني أولاد زنا. النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذه الظاهرة عندما قال ويكثر أولاد الزنا. تصور نسب مرعبة اليوم. طيب طبيا ما الذي يحدث؟ أنت بمجرد أن تنظر إلى امرأة لا تحل لك، متبرجة مثلا أو امرأة جميلة أو فاتنة، فإن هناك مشاكل كثيرة تحدث في جسدك دون أن تشعر. الدماغ يفرز عدد من الهرمونات، الجسم يهيئ نفسه للقاء الطبيعي، لأنه يعني هو مبرمج على أن هذا النظر يجب أن يكون باتجاه الزوجة وليس باتجاه امرأة غريبة. يعني مسألة الوقوع في الحب الغير شرعي مسألة خطيرة جداً ومدمرة، ونتائجها كما قلت لك أولاد غير شرعيين بنسب مرعبة جدا. الأضرار الأكثر من ذلك على الدماغ وعلى القلب. كيف ذلك؟ جامعة كامبريدج عام 2013 قامت بدراسة على أناس يدمنون النظر على إلى نساء جميلات ومقاطع عارية وغير ذلك، فوجدوا أن هذا الدماغ يسلك سلوكا يشبه مدمن المخدرات، لأن الدماغ في هذه الحالة كما قلت لك يفرز مواد وهرمونات ومواد كيميائية، إذا زادت عن الحد يعني الجسم ينتظر أن يتم لقاء طبيعي بين الرجل والمرأة، بين الزوج وزوجته. إذا لم يحدث هذا اللقاء سيرهق الدماغ مع استمرار الزمن، ويصاب الإنسان بمشاكل في الذاكرة ومشاكل أيضا تتعلق بالاكتئاب. سبحان الله الأبحاث العلمية بتحسنا على هذا الموضوع، البعد عن هذا الموضوع. ماذا عن ديننا الحنيف يا دكتور؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي رضي الله عنه: يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. يعني الإنسان يمكن أن بالمصادفة أن ينظر إلى امرأة بالمصادفة، ولكن لا يجوز أن يتابع هذا النظر ويدمن هذا النظر، لأن له مشاكل كثيرة جدا على سلامة الإنسان. كذلك القرآن الكريم ماذا قال؟ فأما
من آثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فأنت عندما تتبع سنة النبي وتتبع كلام النبي الذي حذر، عندما أكد أن هذه النظرة مسمومة وهي سهم مسموم من سهام إبليس، يعني فيه أضرار عليك، فعندما تتبع هذا النظام فإنك تحصل على الحياة السعيدة المستقرة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. صلى الله عليه وسلم. شكرا جزيلا دكتور عبد الدايم على. بارك الله بكم وجزاكم كل خير. هذا هو القرآن قد أنقذ الإنسان على الورى إحسانا بالذكر والدعوات، يا مبصر الأكوان الذكر خير لسان.